شركاء الوطني مصالح وبزنس. استهل محمد زاويته بالقول: التحالفات القائمة على تقسيم الكعكة والظفر بمواقع في السلطة لن تفيد البلاد ولا المؤتمر الوطني الحزب الذي كان حاكما. تجربة شتيمة الشريك بمجرد فقدان الوزارة لن تعبر بالسودان مرحلة التحديات العظيمة التي يعيشها هذه الأيام، كما أنها لا تتناسب مع الظرف الدقيق الذي يمر به السودان. ويضيف الكاتب: أثبتت عدد من شركاء المؤتمر الوطني أنهم جلاب السياسة وأصحاب بيزنس يستثمر في المواقف ويبيعها مقابل السلطة والمال. القضية أكبر من فلان وعلان، مواقف الرجال تعبر عنهم، غير أنهم من المهم تناول الأزمة بشمول يعالجها من جذورها بعيدا عن تقييم التجربة بالقطاع وبناء على مواقف هذا وتصريحات ذاك. يتابع الكاتب فيقول: ما يحدث هذه الأيام من تصريحات ناقدة للوطني من بعض شركاء الأمس يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة نفسها كانت تراهن على قوى ضعيفة وأحزاب كرتونية هشة من أجل إقناع الداخل والخارج بوجود شركاء أو تحالفات للديكور فقط. يضيف الكاتب: بعض الذين التحقوا بقطار الشراكة لم يكونوا أكثر من طامعين في السلطة ومتطلعين للوظائف والامتيازات، أحزاب بلا برامج ولا مبادئ ولا أهداف. يختم محمد الزاوية بالقول: المطلوب من الحكومة مراجعة تحالفاتها مستقبلا والبناء على البرامج للأشخاص الذين دائما ما يرهنون الشراكات بوجودهم في السلطة والاستعانة بحلفاء أقوياء لا يجعلونها في عرض البحر ويسبقونها على القفز ظنا بأن السفينة قد غرقت.